واحد بيقول إذا كان الإنسان يعذب بالجسد والروح فإن الشيطان يعذب بالروح. ملهوش جسد؟ هل الشيطان يعتبر في هذه الحالة أفضل من الإنسان؟ هو لو ليه جسد هيتعذب الجسد، ولو الشيطان دخل في الجسد في جسد أحد هيتعذب هو وجسد اللي دخل فيه. أما أفضل من الإنسان فلما نقول العذابات التي يتعرض لها الشيطان هتكون أصعب من أي عذابات أخرى لأي إنسان، لأنه سبب في ضلالة كثير من الناس أو كل الناس الذين ضلوا تقريبا كان الشيطان مساهم في ضلالهم. ويقال عنه في رؤيا سفر الرؤيا الصح 20 أي 10 سيعذبون نهارا وليلا إلى أبد الآبدين.